لو الحكايه فيها ان فيجو بيري بتغني مع حد شعبي حصل زي ما حصل في ريد بول او حصل. يعني فكره تراكات يعني قصدي حصل مع احمد شيبة طبعا في ريد بول وكانت تجربه ممتعه جدا واحنا اتشرفنا بيه جدا ومرسل لحبيبتي علي الهلباوي مع هاني وهو كان تراك اصلا هاني مؤلفه لمسار اجباري انسترومنتال يعني مزيكا بس عملنا ده من زمان